حكم الهوى وشرد غايم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرد غايم تشري، يعطيكم العافية ويرضى عليكم. الله يعافيك. خلينا ياكي. خلي لي ياكم إلهي. بتعرفي شو؟ ما حسيته مهتم فيي أبداً. ليش بقى؟ يعني ما شاء الله عنه شو بياكل، مهتم بالأكل وبس، لك تطليع فيها ما تطلع، حتى ما لمح على شيء. كيف ما لمح؟ ما سمعت إنه قال لقى العروس بده يتجوز عن قريب؟ ايه مزبوط هو قال، بس بلكي قصده على وحده تانية غيرها. لا ولو ما بظن هذا الحكي. بعدين تعال اقول لك، وين هي الوحده؟ هلا صار لها معه شهر ما سمعت عنها ولا سمعته عم يحكي معها؟ هلا انا بالنسبه لي بتمنى، بس انت لا تشجعيها كثير على الفكره لحتى يبين منه شيء واضح، يعني منشان ما تنصدم، يعني ما صار لها زمان طالع من صدمه ابوها. اوكي نبهها، مع انه بصراحه مالي مقتنعه بتحليلك ابدا. يا حبيبه قلبي الحذر واجب. بدي اسألك هلا هلا، لما معتصم بحبوا بعض؟ مزبوط، شو عرفك؟ مبين من عيونهم كيف بيطلعوا ببعض. الحب ما بيخبي حاله، ما هيك؟ لك أكيد ما بتسمعي شو بيقول لك المثل، الثلاثة ما بيخبوا حالهم، الحب والحبل وركوب الجمل. مزبوط. مرت عمي يلا تعي صار الشاي. يلا بنتي. وهي اطيب ارجيله، يعقوب بتارجل؟ لا لا اطلاقا ما بحب ابنه.
معناتها بيني وبينك الأرجيلة؟ تكرم عينك. أكيد الشاي أطيب لأني أنا عملته. بعتذر، أنا آسف مو على الشاي يعني، بس بعتذر ممكن أحكي تليفون وعم بروح أحكي تليفون. إيه خذ راحتك. رح لبكك مرة ثانية ماشي؟ خذ راحتك. ألو؟ إيه؟ لا بس أنا معزوم على الغداء عند جماعة. شلون امشي يعني؟ لسه ما خلصت اكل، احمل حالي وقوم. هلا خلصت. شو هالتليفون السري اللي بيخجل يحكي قدامنا؟ بركي عم يحكي مع اهله. ايه؟ ايش مو قلتي ما بيحكي مع اهله؟ ايه صحيح ماما، انت ضروري كانت تحجي تسألي السؤال. لك بنتي مشان يبين انك ما حكيتي لنا شيء. ايه طيب. هلا بجوز يكون عم يحكي مع حبيبته، مو هو قال انه في وحده بيحبها ملاقيها وبده يتجوزها؟ لا ما بظن، اكيد عم يحكي مع رفقاته بالسكن. هلا نحن شو بدنا فيه؟ مع مين ما بده يحكي يحكي. ايش ايش؟ انا اسف، بس كثير شكرا. ما اشتغلت؟ بلا هلا عم شغلها. طمنا كيف الشغل بالورد اخي عقوب؟ منيح، يعني انت حكيتها بتمك ورد. ما في احلى من الشغل مع الورد والشجر والالوان والريحه الطيبه. صدقني لما بطلع من المشتل بحس حالي بمناخ ثاني، ولما برجع احساسي بكل شيء بيختلف، يعني كل شيء له علاقه بالطبيعه. ما بدك تصير تحكي عنه وتوصفه، تصير تحكي عنه هيك بطريقه شعريه، بتتحول فنان. يمكن ترسمه، يمكن تدندن له موال، يمكن تكتب له شعر. ليش انت بتكتب شعر؟ طبعا، وعندي ديوان. ولحتى اكون صريح معك، بتتذكر لما كنت عم صورك بين الورود وانت عم تضحكي ومعبي الدنيا كلها بسمات وضحك؟ كتبت فيكي قصيده شعر. فيني انا؟ لك ايه فيكي انت. شفت؟ لموش حبيبتي قومي جيبي لنا الحلو الفواكه. اي على عيني. لا 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 لا، اذا مشاني انا مضطر امشي. ليه لسه بكير؟ والله لا يمن، بس يعني خلص. بعدك ما شربت الشاي؟ ان شاء الله دائما اكلت عنكم وعني. مو وعدتني تروح معي على المحل؟ خلص غير مره. انا برايي تركيه، لا تضغطي عليه يعني، خليه ياخذ راحته. شكرا شكرا. يلا من عاده. ها اكيد اكيد. يلا باي. الله معك، مع السلامه. الله معك. عن جد اسف الهول، بس مضطر امشي. ايه لا تزعلي. بسيطة. باي. باي. بالمناسبة الأكل كان كثير طيب. صحتي. سلمي على ماما. باي. يعني غريبة هيك قمته فجأة ماما. أبصر شو صار ماما. شو؟ كيف شفتوا لي هالشر؟ مبين انه آدمي، بس وضعه ما كثير عاجبني. ليش؟ بنتي ما بدي اعرف ليش مزعل اهله كل هالوقت. ما بتعرفي شو ظروفه. وانت معطو سيم كيف لقيته؟ يعني ما شربنا لنعرف خيره من شره. صحيح ليش ما قرانا القصيده اللي كتبها فيكي؟ يعني معقول يقراها هون شو هو عامل امسيه شعريه؟ بس يقرا لك اياها، ابي خبريني. خدي خالتي ارجلي. ليش حاسستك ما حبيته؟ هلا امينه من هالموضوع، خلينا نروح اشوف المحل. يلا. اه يلا. اشتغلت. يلا. خاطركم. الله معك. الله معك حبيبي. خالت عمي؟ ايه حبيبي. شو رايك انا وياك نحضر مسلسل؟ جا على بالي قوم اجلي الجليات. لا مرت عمي الله يخليك، هلا بس اقطع الكهرباء انا بجليهم. مثل ما بدك. يلا. هيك انا بدي اياه بالضبط. ممتاز. هلا انا فيني اعرف الحقيقه، ليش انت بدك تفتحي محل ورد بالذات؟ ولا شيء، حبيت الشغل بالورد قلت بفتح محل. وانا كمان حابب صدقك يعني. والله ما في شيء. هلا انا بمون عليك انصحك نصيحه. ايه طبعا. لا تبيني له ليعقوب انك انت كثير مهتمه فيه. مهتمه فيه؟ ليش انا مهتمه فيه؟ ايه على الغدا كان مبين انك انت مهتمه فيه، وللاسف هو مو مبين انه مهتم. كيف يعني؟ هلا اذا بدك تسمعي نصيحتي اسمعيها، ما بدك انت حره. طيب ماشي، خلينا نمشي. طيب شو مشان المحل؟ حبيته كثير، يا ريت نكون فاتحينه من هون لعشرة ايام. كثير منيح.
خلص من بكره بنعمل العقود وانا بساعدك بتظبيط المحل. يسلموا ايديك، عم عزبك معي. حالة بس ما تكوني زعلتي مني. هون من شو بدي ازعل؟ لاني نبهتك مش عن يعقوب. لا لا عادي. صباح الخير. صباح النور. أهلين. بس اجيت اعتذر عن التاخير لانه كنت بالبلديه عم بعمل العقد تبع محل الورد. هلا ولا يهمك، انا انشغل بالي عليك كثير مشان هيك اتصلت فيكي. اسفه كثير عن جد ما قدرت ادع التليفون، كنت كثير معجوقه. خلص بسيطه، هذه الشغله يا ولدي. لا لا مشغوله كثير، عندي كذا تليفون لازم اعملها ضروري. طيب براحتك. باذن. هلا. نعم. فتحتي الفيس امبارح؟ لا، ليش؟ بعثت لك القصيدة اللي كاتبها فيكي. عن جد؟ اليوم أول ما أروح على البيت بفتح الفيسبوك وبقراها وبعطيك رأيي فيها. أوكي. بالإذن. الله معك. طيب كيف ما بيحبني؟ إذا اليوم بس تأخرت شوي دق لي. بجوز مشان الشغل. أو بجوز لا. طيب وهي بعت لي القصيدة اللي كاتبها، ليش ليكتب لي قصيدة إلي إذا ما بيحبني؟ يا ترى ليش معتصم ولا ما هيك شككوني فيه؟ طيب معتصم بفهم لأنه ما بيعرف التفاصيل، بس لما لما يلي بقلها شو عم بيصير أول بأول، ليش هيك صارت تخوفني منه؟ مرحبا. أهلين. تفضل. لا شكراً، بس جاي بدي أسألك سؤال حقيقة. تفضل. هلا أنت صحيح كنتي عندي بالمكتب عم تضحكي وعين الله حولك، بس ما بعرف حسيت هيك بشي شاغلك وزعجك. لا أبداً ما في شي، بس هيك مشغولة بموضوع شخصي. بقدر ساعدك بشي؟ للأسف لا. خليك تفضل. لا بدي روح شوف العمال اذا خلصوا قطف ولا لا. طيب هلا شوي بالحق. اوكي. يعني لو ما انا مهتم فيني كان بيجي ليشوف ليش زعلانه؟ اكيد لا. لأقوم الحقه احسن شيء، والله حاسه حالي كثير اشتقت له. طيب لو اشتريت سيارة مو أحسن من المحل؟ على القليلة كانت وصلت أبكر وأحسن من شنطة التكاسي. لا يا أمي هيك أحسن لها، الشغل مع المحل بيعبي لها وقتها وبنسيها تفكر بوحدتها وحزنها أبوها، يعني بتغير جو. عندي. ها ليك وصلت. مرحبا. أهلين يا أمي. الله يرضى عليك. يلا حبيبي. وين رايحة؟ جاي جاي. وين؟ شبهها؟ أبصر شبهها. تتبسمين فتمحو ابتسامتك سوادا رسمه حزن الفراق، تتنسمين فينثر شعرك عطرا يمحو عبق تلك الزهور، تتمايلين فيحرك خصرك السنبلي الخصب كل ذكورة الأرض العشفاء، تتفوهين فينطق ثغرك ما لا تنطقه كل إناث الأرض لطفا بذي اللب، فكنت تسلبين منه ما يشغل. هلول هاي قصيدة بسيطة كتبتها فيكي وهي جزء من ديوان، رح أعمل أمسية قبل نشره وأول ما أنشره رح أديكي نسخة. على فكرة القصيدة سميتها حسناء زهراء. مرحبا. حبيبتي بصراحة بدي أسألك كذا سؤال مع بعض. أول شغلة ليش فتي مستعجلة؟
تاني شغلة ليش كل هالقد مبسوطة وبتضحكي؟ وتالت شغلة وهي أهم شيء، إمتى بتحبي تشرفينا على الغداء لأنه رح نموت من الجوع؟ طولي بالك، سؤال. أول جواب فتت مستعجلة لأنه يعقوب قال لي إنه بعت لي القصيدة على الفيسبوك، ففتت بسرعة لحتى أقراها. تاني جواب أنا مبسوطة كثير لأنه القصيدة رائعة بتجنن. تالت جواب رح أطلع أتغدى معكم بس لحتى تجي تقري القصيدة. تفضلي. لا لا بعدين نقراها، هلا قومي خلينا ناكل. يا الله لما شبك من امبارح ما انك طايق اجيب لك سيره يعقوب، كانه انت ومعتصم بتعرفوا شي عنه ومخبينه علي. لا حبيبتي ما في شي، بس انا عن جد جوعانه. خلص يا ستي بنقراها بعدين نتغدى. هاتي بشو. ما انتبهتي شو كاتب اخر شي؟ شو كاتب؟ لطفاً بيزيل لبي فكنتي تسلبين منه ما يشغله. ايه شو يعني؟ شو يعني؟ يعني حبيبتي هذا قلبه مشغول بحدا تاني وحضرتك اجيتي رح تنسيها. هلأ انت هيك فهمتيها؟ اه والله؟ ليش انت شلون فهمتيها؟ ما بعرف. طيب فكري فيها كتير منيح، بس طبعاً بعد ما نتغدى. يلا حبيبتي قومي. يلا سويني انا جاي. على فكرة ما رح استناكي أكثر من هيك؟ هلا لما لك بنتي شو صار معكم؟ رحتي تنادي لها وعصيتي جوا، وينها؟ يلا جاي. يلا اجت مستعجلة، ليكون صاير معها شيء؟ لا مرت عمي ما صاير معها شيء. لكن شو؟ بس بدها تبعت اسعار طلبيات ورد على الفيسبوك. غسلتي؟ ما غيرتي ثيابك كمان؟ لا ما رح اغير ثيابي، بدي اروح شوف مهندس الديكور مع معتصم. ليش معتصم جاي لهون؟ هلا جاي على المحل بس على البيت ما بعرف. يلا امي دخلا من الجوع نحن ناطرينك. يلا يلا امي يلا امي اسكب لك شوربه. هاتي. لا اسكب. ايه ما تكتري. مرت عمي بدي اقول لك شغله. شو حبيبتي؟ في حدا بكره بده يجي يطلب ايدي منك. يطلب ايدك؟ ايه مني انا؟ بس يا بنتي خوالك موجودين. ايه بس مرت عمي انا بدي اياه يطلب ايدي منك، ما في حدا بوثق فيه غيرك. يا حبيبة قلبي يا لموش، بس مين صاحب الحظ السعيد؟ معتصم. معتصم؟ ابن اختي؟ من ورائي يا ملعين؟ بس مفاجأة حلوة ما؟ أكيد حلوة. ومن إمتى هاي القصة؟ مو من كتير. إن شاء الله ألف ألف مبروك يا رب. الله يبارك فيكي ويخلي لي إياك. مبروك لموش. الله يبارك فيكي حبيبتي عبالك. إن شاء الله آمين. شو حبيبتي؟ شايفتك كأنه ما تفاجأتي. أنا بدي أتفاجأ، نحن عم نطبخها سوا أساسا. يا ملاعين، أنتوا طابخينها؟ ماشي. برد الأكل. نحن منتشرف يا ست نجاة نطلب ايد الانسة لما لا ابننا معتصم. حبيب قلبي معتصم هو ولما بسعر هالة وبحبهم كتير، وهن اثنين معجبين ببعضهم وهن اثنين موافقين على بعضهم. يا رب يوفقهم الهي ويسعدهم يا رب. الله يسلمك يا سيدي. نقرا الفاتحة عن التوفيق. نقرا الفاتحة. بسم الله. مبروك يا ابني. ان شاء الله مبروك يا بنتي. مبروك يا هلا. الله يبارك فيك يا هلا. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك. عبالك يا هلا. يلا خلينا نلبس محل. يلا معكم صندوق معكم بعد. شبك شبك على الريس. شبك الف مبروك. خليني صور لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. نظرة لعندي شوي.
شو حلوين. صورة تانية. شو لابقينا بعض حلوين. تسلمي. صور حلوين. ماما لا كتلبا. ماما والله أول مرة بختار. وآخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله لكم. الله يبارك فيك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا ابني مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ان شاء الله عافية. الف مبروك حبيبي. مبروك يا عمي. مبروك معتصم حبيب قلبي. الله يبارك فيك. بارك يا هلا. مبروك. مبروك. الله يبارك عمي. الله يبارك عمي. صار هيك اصطدام بقى بين بعض. مبارك عمي. مبارك عمي. مبارك عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا حبيبي. شو رايكم تقعدوا جنب بعض؟ ايه انا ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا ونحن فيك. الله يبارك فيك يا رب. امبارح كانت خطبة لما معتصم. جد ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك ونفرح فيك ان شاء الله قريبا. ايه وامتى العرس؟ امتى الحجز زواجه؟ بعد شهر. وين راح يسكنوا؟ ببيته لمعتصم. قصدك ببيت اهله يعني؟ لا لا، معتصم عنده بيت لحاله. اه بنت عمك لسه بدها تضل مأجرة البيت؟ ايه اكيد. طيب سؤال، فكرة تبيعه شيء؟ ما بظن. ليش عم تسأل؟ يعني عم فكر اشتري بيت حياة. ايه بس بيتها كتير غالي. قديش يعني؟ مو اقل من 20 مليون. مولي لا، شو 20 مليون؟ هدول بس بشوفهم بالمنام تبعي انا. ليش انت قد ايه مصاري؟ يعني والله بخجل اقول لك حقيقة. بحدود 3 مليون ونص. وليش بدك تشتري بيت؟ والله بدي اتجوز. طيب شو رأيك تستأجره؟ مو على أساس يعطي كلمة لجماعة؟ يا جماعة مسافرين، وينك وين ليرجعوا؟ طيب ما عندي مشكلة، بالعكس يعني إذا بتحكي لنا معاها وبتفوتي بيناتنا واسطة بتكون ممنونك. امتى بدك اياه؟ يعني شي شهر زمان. ايه تكرم عينك، اليوم لسه بحكي لك ماما. تسلم عينك، تفضلي. تفضل. ضحكي. هلا انت شو عم تحكي؟ مستحيل طبعا يصير هذا الشيء. ليش مستحيل؟ انت ليه ما ترضى على الفكرة فهميني؟ لأنه عطينا كلمة للزلمة ودفعنا رعبون، مو معقول نجي هلا نسحب كلمتنا. يا حبيبتي إذا خايفة أزعل معتصم لا تخافي، ما رح يزعل. لا ستي، مو معتصم. لكان شو؟ ما بدك يعني قاعد ببيتك؟ لك هلا شبك؟ اصحي بقى. من شو بدي اصحى؟ يا حبيبتي بركي مو انتي مقصودة بالعروس. مستحيل، كل شي صار بدل هالشي. لك كيف مستحيل؟ واحد رح يتجوز بعد شهر، لهلا ما فاتحك بالموضوع؟ ايه عم بيلمح. يحرق دي بالتلميح. هلا بشو عم يلمح؟ لا تقلي لي القصيدة. هلا انت كنت تشجعيني عليه، وهلا لما عرفتي اني صرت حبه صرتي تلوميني. حبيبتي انا بعترف اني غلطت، بس انا كنت حابه اشوفك مبسوطه بصراحه اكثر، ما توقعت تحبي بهي السرعه. هلا انا ما بدي اياكي ترمي حالك عليه، ولا بدي اياكي تعيشي الصدمه. افتتاح محل الورد بعد 5 أيام، رح أعزمه. حاولي أنت ومعتصم تسحبه منه حكي. ماشي حبيبتي، أنا بتمنى إحساسي يكون غلط. ايه وحسب لي اياهم كلهم بسعر الجمله، وقف الواحد ب 5000. بس حلوين كثير ما هيك؟ ايه عن اذنك شوي. يلا حبيبتي. ما بدك تقطعي الجاتو بقى؟ يلا هلا دقيقه بس لانه لسه جايته. هلا يلا بقى ما بدنا نقطع الجاتو؟ يلا خلينا ننطر بس شوي الله يخليكي. طيب ماشي.
وينه صاحبنا؟ يلا ما بقى إلا يجي هلا. شو ما بقى إلا يجي؟ العالم عم تستناك تقطع الجاتو؟ لسه في وقت. أي وقت هلا؟ هلا أنا آسف ما رح أقدر أجي، عندي مشوار ضروري كتير. هاتي لشوف. اسمعي طلعي فيني، خليكي قوية، اوعك تنزلك دمعة. هلا بس نروح على البيت بتبكي قد ما بدك. هلا تفوتي قدام العالم وتقطعي الجاتو ولا كأنه صار شيء. هلا خليكي قوية مثل ما بعرفك. ايه؟ يلا حبيبتي شدي حالك. يلا دسمي. يلا تفضلوا يا جماعة نقطع الجاتو. يلا تفضلوا يا جماعة. تفضل بابا. يا سهلا. صباح. بعرف انك زعلانة مني بس صدقيني صار معي ظرف وما قدرت اشي، بس بكل الاحوال هي هدية متواضعة حطيها عندك بالمحل. شكرا. هلا هي الطريقة بالشكر بتدل انك زعلانة وزعلانة عن جد. طيب انت عادي وانا قاعد بدي اشرب قهوة. بلا. ألو لو سمحت واحد قهوة. شكرا. ليش ما بدك تشربي؟ شربت كتير اليوم. ايه واضح. وشكلك بكياني كتير كمان. لا لا ابدا بس ماني نايمة. لا مو صحيح، من اول ما فتت لعندك وشايف دماتك على خدك ما كنت رضيان اسألك، قلت لحالي بتحكي لحالك، بس هلا مضطر اسأل. شو بكي؟ شو صاير معك؟ لا 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 شبكي يا لهو؟ ليه؟ ليه هيك عم تبكي؟ لو سمحت تتركني بحالي. يعني ايه انا ما بدي اضغط عليكي بس صدقيني ما في اي شيء مستاهل لحتى تنزلي دموعك كرماله. معك حق. طيب بالمناسبة بدنا بس كنت جاي لعندك لعزمك على مسيرتي الشعرية بكره المساء الساعة 7:30 بالمركز الثقافي مشروع دمار. بتمنى تجي وما تردي لي هوا واحدة بوحدة لأنا ما اجيت على افتتاح محلك. إن شاء الله. باي. شو صار مع بنت عمك مشان البيت؟ هلا بصراحة طلعت قاعدة رعون من العالم ومو حابة تكسر بخاطرهم، وخصوصا وقت مضيق وبتعرف انت البيوت هالفترة كثير صعبة. لا ولا يهمك، خلص من سوء حظي دور على غيره. أنا بصراحة كنت جاية مشان أتشكرك على هدية كثير حلوة، يسلم إيديك. لا لا لك هالهول، لك أنت كل يوم تهديني أحلى هدية بالعالم هي ضحكتك. المهم رح تجي على المسيرة الشعرية تبعي ولا لا؟ ايه اكيد جاي. بتعرفي شو بتمنى تعزمي لما ومعتصم كمان. وليش بقى؟ لان الشعراء الجداد بيحبوا يعملوا دعوة عامة ويعزموا كتير عالم لحتى يصدقوا حالهم انه هذا جمهورهم، بيكذبوا الكذبة ويصدقوها. لك لا مو هيك القصة اعوذ بالله، بس يعني بيهموني لانه من طرفك. عم بمزح معك، بس ما قلت لي قد ايه بتدفع الواحد؟ شوفي هو على الراس 25 بس كرمالك 1000. لا لا عم مزح، رح جيبهم اكيد ولا يهمك، بس بشرط تشربني قهوه. تكرمي.
يا فادي اثنين سادة لعندي على المكتب، بس لا تجي قبل بوقتها. كم يلا السلام. نور المحل. طمنينا كيف الشغل؟ والله لسه ما بين خيره من شره. شو هالفازة الحلوة؟ امتى جبتيها؟ هي اجتني هدية اليوم للمحل. ايوه من مين؟ من يعقوب. ايوه يعني هي رسالة اعتذار؟ ما بعرف بجوز، بس اسمها هدية. طيب خبرتيه عن البيت؟ ايه خبرته، وعلى فكرة هو عازمكم انتو اثنين بكرة على أول أمسية شعرية لإله. لا لا دخيلك، ما لي مصلحة بهالأمور منوب. طبعاً أنا إذا ما رح معتصم ما فيني روح. شو هالسؤالة أنتو اثنين؟ عمو ما أغلصكن، والله إذا ما بتروحوا لبطل أحكي معكن. طيب تكرم عينك، أنا كرمالك رح أروح. وأنا كمان، أمري لله. هالة؟ أنتي بتحبي ليعقوب؟ بصراحة، إيه. طيب، أنا بكرة بعد الأمسية الشعرية عاملكن عزيمة، رح أعطيه فرصة إذا عنده حكي يحكي. اوكي ماشي. انت مطولة بالمحل؟ لا يلا ليكني بسكر امشي معكم. يلا على السريع لانه جاي على بالي اسلخ نفس رجيلة مع كاسة مادة. يسعد مساكم، بسعدني حضوركم جميعا. هي اول امسيه شعريه لي بعد نشاطي الجامعي، وحقيقه اليوم بدي اقرا قصايد من ديوان جديد، يعني نضج من كم يوم وصار بالمطابع، عم يتهيأ للنشر بالمكتبات. عنوان الديوان على اسم حبيبتي واللي رح تصير شريكه عمري بعد شهر، ريم. مالك يا اصغر؟ لا تخليش بلد. ديوان بعنوان ريم على اسم حبيبتي يحتوي على قصيدة واحدة فقط بالفصحى، رح أختتم فيها الأمسية بعنوان حسناء زهراء. إهداء لهي الحسناء. افتتح الأمسية بقصيدة من الشعر المحكي بعنوان كانت عيونا. كانت عيونا عم تحكي حكاوي عن عمر الصبا والخجل بالحلا داري. كانت عيونا عم تحكي حكاوي زراء السما بنص النن ضاوي، مع كل رفة رمش قلبي بيهجر شمالي ويفرش حاله على طريق شفتها خمر، ومن شلال الريق اشرب انا العمر. يا حسرتي نصيبها طيب الزهر وانا نصيبي بس السكر، وتبلش عيوني تلعب لعبات ولاد طميمه، وعيش وسبع بلاطات وولد بقلب الليل تعب وضاع بسفل الحارات. والضحكه وش بنوتة بعمر العيد مقعد مدرستها عم بتردد النشيد عن الوليد والشهيد، وعيونها عم تحكي حكاوي عن ولد ضايع بين الحواري. صدقني هي أكبر العلامات عن يوم الميعاد بعد ما ربي خلق هالضحكات. صدقيني ما في ولادة إلا من بعد الطلقات، رح ترجع يا شام تجيبي ولاد جداد وتهديهم هالضحكات، وأنا اللي قلت هيك ربك راد.
القصيدة التالية بعنوان عيون حور. يخرب عقلها عيون حور، وحدة نار وحدة نور. يخرب عقلها شفافة ورد، هن شقى وهن سعد. يا أمي بريئة سر، شفة حلو وشفة مر. بس يا أمي مشوارها طويل، خطوة دغري وخطوة ميل. يا ويلي اسمها سحر، تكي حقيقي وتكي شعر. يخرب عقلها يخرب عقلها كل فصول، برد قاسي ونفى خجول. يا ويلي شو عمرها عتيق، منا العدو ومنا الرفيق. بس يا أمي عشق أهم، شوية دوا وشوية سم. ويا أمي قربة حلم، نصها حرب ونصها سلم. شو بتشبهك يا أمي، شو بتشبهك يا أمي، سماها حمام. رف غربة ورف شام. الله الله الله. حبيبتي قومي حاكيني، بركي بترتاحي شوي. لا تعملي حالك نايمة، أنا سمعانة صوتك إنك عم تبكي. حبيبتي بعرف إنه صعبة، بس والله البكي ما رح يحل الموضوع. هلولي قومي حاكيني شوي. خلص أنا ما بدي ضايقك، بس اليوم رح نام جنبك وما رح أحكيكي شي. حكم الهوى وشرت غايم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحلوي. لو ما الهوى ما بتحاكي
مرحبا هول. اهلين. شو الاخبار؟ الحمد لله. ان شاء الله على طول يا رب. كيف خطيبتك؟ ممتازة وبتسلم عليك كثير. عطفت لك هدول وردات لك مبروك بالخطوة. كلك زو ان شاء الله بنفرح فيكي. شو بقى ايدك هيك مجروحة؟ ولا شيء انجرحت وانا موقف الورد. ورجيني ورجيني. طيب شكي هي بايدك ساوية. ليش ما سويتيهم بالمقص؟ لو قصيتهم بالمقص ما كنت انجرح. ما فهمت. ما بالضرورة تفهم. تفضل. تفضل. وليه ما خبرتني إن عندك حبيبة حلوة هيك؟ شلون ما خبرتك؟ بالغدا لما كنا عندكم بالبيت قلتلك، ولما طلبت استأجر بيت لما كمان اجيت خبرتك. قصدي يعني ليه ما جبتها وعرفتني عليها؟ هيك قصدك؟ لا، ريم بتغار علي من اسم الطايرة وما بحب أخسرها حقيقة. يعني أنا مستعد أخسر الدنيا كلها كرمال خسرت أهلي. صحيح، أنت شو قصتك مع أهلك؟ كل مرة بتقلي بدي أحكي لك وما حكيت لي ولا مرة. هذا يا ستي، أول ما فتت على الجامعة كنت حب بنت عمي الوجين. نحن وصغار درسنا بالمدرسة سوا وبعدين أخذنا البكالوريا سوا. أنا درست هندسة زراعية وهي راحت درست طب أسنان. لما صرت بالسنة الثانية خطبنا. فجأة هيك بتطلع بحياتي ريم. تسلم قلبي. ريم دارسة حقوق. بتكون بنت عم حدا من رفقاتي وأخت خطيبته. مثل العادة بتعرفي الشلل بصيروا يطلعوا مشاوير مع بعض. شوي شوي صرت أحس بمشاعر اتجاهها. بعدين تأكدت إني بحبها. طيب ولوجين بنت عمك؟ لوجين بنت عمي يبدو كانت حب المراهقة اللي مستحيل ينضج. بس لما تعرفت على ريم تأكدت إنه مشاعري نضجت وإنه هي خياري الحقيقي. لما تخرجت رحت صرحت لوجين بالموضوع. تركنا. تدخلوا أهلي وأهلها. صارت مشاكل. وبابا اللي بغضب عليك إذا ما بتتزوج لجين قدام كل الضيعة. أنا كردة فعل طبيعية تركت الضيعة. كمان بابا كردة فعل طبيعية حرمني من الورثة. وسجل كل شيء باسم إخواتي على حياة عينه. والأنكى من هيك إنه حرم العائلة كلها تحكي معي. لا أمي ولا إخواتي. أوف، خسرت أهلك كرمال حبيبتك؟ لك إيه طبعاً. هلا ما في أحلى من الحب. جد روحي جربيه وشوفي كيف. يعني انت بتوصلي لمرحله ما في داعي تتنفسي لانه هو عم يتنفس، وحتى ما في داعي تشوفي لانك انت عم تشوفي من خلاله. ولوجين نسيتها بهالسرعه؟ صراحه اكتشفت انه حبي لوجين هو حب اخوي. يعني مثل ما بيقولوا كنا متعودين على وجودنا بحياه بعض. بكل احوال هلا هي تزوجت ابن عمي الثاني. طيب تتهنوا. استاذ يعقوب انا بدي اخذ اجازه اسبوع كامل. أوف، ليش؟ مسافرة أنا وأهلي عبداء. في شي ولا بس هيك؟ لا ما في شي، مجرد هيك استجمام. طيب ما بدك تحضري خطبتي؟ ليش إيما؟ يعني بعد 3 أيام. لا بكون سافرت. تتهنوا. أنا صار لازم أقوم. الله معك.